يعني أول ما محمد صلاح يظهر كده على الشاشة بيبعث بالتفاؤل والأمل برغم أي مشاكل أو أي ظروف. صانع البهجة محمد صلاح، مو صلاح ليه مواقف كتيرة جدا في الملعب ومواقف إنسانية ومحطات مهمة في حياته، رصدها فيلم مدته تقريبا 46 دقيقة عن محمد صلاح اسمه صلاح موسم من الصعود. فيلم مهم جدا، بتصور انه ده يعني شيء لم يتم مع لاعبين بحجم محمد صلاح، لانه بجانب موهبته هناك جماهيرية عالمية لمحمد صلاح. الف الف مبروك الفوز في استفتاء بي بي سي، وكل التوفيق في المسابقة القادمة اللي فيها كمان وليد سليمان. وعندنا ملف طبعا تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 اللي تقدمت به مصر بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم استعدادها، وبعد انسحاب المغرب من استضافة كأس الأمم الإفريقية بالرغم من أنها تعتبر واحدة من الدول الجاهزة والمستعدة لاستضافتها. هنعرف بقى التفاصيل دي من أهل الرياضة ومن أساتذتنا في الرياضة والنقد الرياضي وضيوفنا وضيوفكم. برحب بالنقد الرياضي أستاذ لطفي السقعان، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك فندم. والأستاذ محمد حسام، أهلا بحضرتك أهلا بيك النقد فندم. الرياضي. أهلا وسهلا. وأبدأ مع حضرتك، ليه حضرتك يعني لو خدنا فكرة عن الملف ده، ملف نبدأ بمصر، ملف تنظيم كأس الأمم الأفريقية، ليه الكاميرون الملف انسحب منها وليه المغرب رفضت وبالتالي الفرصة أصبحت الآن متاحة لكثيرين؟ هي الكاميرون السبب اللي اعلن في 20 نوفمبر ان هو عدم جاهزيه المغرب للكاميرون لاستضافه البطوله. عدم جاهزيه بتخضع لامور كتيره جدا، منها كان جزء كبير جدا بيتعلق بالامن، وده تم نشره في احدى الصحف الامريكيه بشكل كبير جدا، وده كان له عنصر اساسي في اعاده تقييم الامور بالنسبه لتنظيم الكاميرون للبطوله. فيما يتعلق بالمغرب، المغرب رات ان الاتحاد الافريقي الكاف لم يكن مساندا وداعما للمغرب في ملفها لاستضافه كاس العالم، فهي رات ان من لا يساعدها فلا يجب ان تساعده، فامر طبيعي انها تخلت عن الاستضافه لانها رات ان حجم المسانده والدعم الكافي من الاتحاد القاري اللي هي تنتمي اليه لم يكن كافيا لها في اختبارها نحو استضافه كاس العالم، فبالتالي اعتذرت عن الاستضافه في لهذه البطوله، فلم يعد هناك سوى الملفان المطروحان الان، ملف مصر وملف جنوب افريقيا، وهما الملفان الوحيدين المعترف بهما من الاتحاد الافريقي. أيوة. بشكل نهائي ان هيتم بناء عليهم تقييم الامور بالنسبه لمصر وبالنسبه لجنوب افريقيا. في شركه المانيه هي اللي هتقيم الملاعب في الدولتين. ايوه. هتقوم بزيارات الى جوهانسبرغ والقاهره وتشوف المنشات الرياضيه اللي هتستوعب البطوله، خصوصا وان هذه النسخه هي الوحيده اللي هيكون فيها 24 منتخب في كاس الامم الافريقيه لاول مره، في زياده للمنتخبات. كان قبل كده هم 16 منتخب. أيوة. اصبح العدد 24 منتخب، فبالتالي بتدوري على ملاعب اكتر، على طبعا. اقامات اكتر، على خدمات اكتر. مستعدين احنا؟ هو القرار جه مفاجئ، بس احنا دايما بنبقى يعني واخدين المساله اللي احنا عملناها قبل كده فنقدر ان احنا نقوم بيها، فهو ده اللي مدينا الباور ان احنا المساله عندنا كم خبرات من التنظيم سابقه كانت ناجحه، فهو ده اللي مدينا خلفيه او مدينا دافع قوي قوي ان احنا نقدر نخوض الموضوع بس بكل جنوب قوه. افريقيا برضو ملاعبها قويه، نظمت نظمت قبل كاس كده عالم، كاس العالم، كاس عالم 2010 تقدر تستضيف يعني في اي عندها وقت، برضو نقاط في صالحها، مكاسب. عندها مكاسب كتيره، لكن هي الفكره كلها هل احنا اشتغلنا على الملف بدري ولا متاخر؟ هل احنا ليه دايما طب وحضرتك شايف ايه؟ ما انا هقول لحضرتك. ليه دايما احنا بناخد القرار في اخر لحظه؟ ليه دايما بنفتكر بنبقى مستنيين وخمسه مش الا خمسه
يعني بناخد الحاجه وخمسه دايما متاخره، ليه مش بدري؟ ليه انا دايما ما عنديش لجنه طوارئ اللي هي تبقى حطاني دايما في بوتقه ان انا ابقى جاهز لاي حدث رياضي في العالم؟ ما هو انا احنا عارفين من فتره ان الكاميرون في كلام كتير جدا انها هتخرج بره أيوة. سياق التنظيم، عندنا فكره يعني عندنا ما فكرة. تفاجئناش. ما تفاجئناش، لكن فوجئنا بقرار المغرب، امر طبيعي. لكن طيب انا لو حتى لو لو لم يكن في حسباننا ان المغرب هيختلف مع توقعاتنا وينسحب من تنظيم البطوله، في حاجه اسمها سيناريوهات بديله دايما، يعني حتى في الصحافه انا ببقى عامل حسابي الفرقه لما هتخسر هيبقى وضعها ايه، الفرقه لما بتكسب بيبقى وضعها ايه، لما تتعادل الوضع هيبقى، يعني عندي اكتر من سيناريو لسير المباراه، فبالتالي ببقى عامل حساباتي لان في مطبعه بتشتغل، في المواعيد، في طبعا المسائل مش سهلة. مش سهلة. فأنا ليه دايما سايب نفسي كده بعيد؟ أنا لازم أقرب، من لازم يبقى عندي أجندة بطولات، حتى البطولات اللي أنا مش منظمها أو ما عنديش غير مدرك على جدولها، ممكن أفكر إن أنا أبدأ أجهز ملاعبي ليها. إحنا لسه واخدين قرار بتجهيز الملاعب وتجهيز، أصل في ملاعب لتدريبات المنتخبات المشاركة، في ملاعب الخاصة بالمباريات، في تأمين، في محافظات معينة اللي هيتم فيها طبعا. الشغل. الموضوع طبعا زي ما حضرتك بتقول أجندة عمل، يجب كبيرة. التجهيز ليها. طيب أستاذ محمد، دلوقتي جنوب افريقيا تقريبا لحد امبارح ما كانتش مقدمه اوراقها او مستنداتها الكامله، يعني ما استوفتش كافه المطلوب منها. حضرتك شايف الموقف ده ازاي؟ ممكن ده يضيف لينا اي شيء في صالحنا؟ والله طبعا اهم ملف او اهم ورقه ممكن تقدم في الملف هي التعهد الحكومي، ده اللي قدمته الحكومه المصريه يوم الجمعه، وحتى وقتنا هذا جنوب افريقيا لم تقدم التعهد الحكومي، ودوت ده من اهم الشروط اللي بيطلبها المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي عشان يسند للدوله تنظيم البطوله. انا شايف ان في حاله عدم وصول التعهد الحكومي لجنوب افريقي خلاص هتبقى مصر كده تقريبا، يعني هتنظم، هو لسه ما وصلش لحد ما وصلش حتى وقتنا هذا، ساعتها هيبقى مصر طبعا مش في توقيت يا فندم، مش هو المفروض التوقيت كان لحد مساء امس، يعني حتى الساعة 11 مساء امبارح ما وصلش، بس هل ممكن الاتحاد الافريقي يمد المدة او يديهم مهلة معينة؟ ممكن ده يحصل؟ ممكن يحصل طبعا، يعني حصل قبل كده؟ ممكن طبعا ممكن يمد المهلة، وحتى وقتنا هذا مع حتى الاتحاد الافريقي ما اعلنش. ده طبعا اللي هيبان ان شاء الله في الساعات القادمة. طيب حضرتك شايف كده ان فرص مصر قليلة؟ لا طبعا فرصنا كبيره جدا في زي ما قلت لحضرتك، احنا ارسلنا التعهد الحكومي، الملف بتاعنا الى حد ما مستوفي، عندنا بنيه تحتيه كويسه، يعني ما نقارن مصر النهارده بالبطوله بتاعت 2006، لا احنا النهارده عندنا ملاعب، عندنا ملعب زي برج العرب ما كانش موجود في 2006، عندنا استاد الدفاع الجوي ما كانش موجود في 2006، عندنا استاد السويس يعني عندنا مجموعه استادات ما كانتش موجوده في الفتره دي. امتى الباب يتقفل يعني اذا لم تقدم الاوراق دي؟ انا اعتقد خلال ال 48 ساعه القادمه اذا لم تقدم جنوب افريقيا التعهد الحكومي، اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب جدا الاستمرار اكتر من كده، لان احنا منتظرين ان خلال الاسبوع اللي جاي ان اللجان تبدا توصل جنوب افريقيا او توصل مصر عشان تعين بقى الملاعب على الطبيعه وتعين الامور بشكل طبيعي. يعني طب وحضرتك تقديرك ايه في التقييم؟ يميل لكفه مين؟ انا تقييمي ان مصر ان شاء الله هتفوز بتنظيم البطوله لعده اسباب، يعني اولا عندنا اراده سياسيه، يعني انا شايف ان مصر في 2019 خاصه تزامنا مع رئاسه مصر للاتحاد الافريقي في 2019، لا مصر عايزه ترجع تاني لافريقيا، مصر هي شريان افريقيا، وده ده احنا اقدم دوله في القاره، يعني ككرة قدم احنا اقدم دولة في القارة، الكرة بدأت عندنا احنا يعني. فلا انا شايف ان مصر هي الاقرب لتنظيم البطولة. طيب جنوب افريقيا كانت اخرها يا فندم 2013 يعني في تنظيمها للبطولات، مصر على ما اتصور 2006. 2006 طيب ده يعني برضو اكيد ليه طريقه في التقييم، يعني ما احناش مختلفين. يعني انا عايز اقول هناك في برضو فعاليات اقرب، ملاعب اكبر، كوادر اكتر، كوادر يعني انت فتره برضو اللي احنا فتره خدنا فيها نيام ديت من
2006 حتى نظمنا كاس عالم للشباب في 2009، ودي كانت اخر تنظيم بطوله دوليه في 2009. فحضرتك بتتكلمي في 9 سنين ما كشفتيش عن كوادرك الكرويه او الاداريه او ما الى ذلك او التطوعيه او استحداث ادارات جديده في اكثر من مجال في مجالات كره القدم. الكاف من حضرتك بتقارن لحد السنه دي لحد 2018 لحد 2018 يعني الفرق بين 2006 2018. لكن الكاف اعلن منذ دقائق ان الملفين مصر وجنوب افريقيا وان الشركه الالمانيه هتقوم بزياره البلدين دلوقتي. الاعلان ده موجود يا فندم؟ موجود. هتزور البلدين خلاص يعني ايه كده حتى ايه ممكن جنوب افريقيا تبعت الجواب في اي وقت، يعني ما فيش مساله مش واقفه عند الاوراق اللي يجب يعني ان تستوفى من قبل جنوب افريقيا. يعني هم تجاوزوا النقطه دي. يعني خلاص دلوقتي احنا بنتكلم رسميا عن مصر وجنوب افريقيا الاثنين. خلاص هم الاثنين اللي قدموا ملفين وهم الاثنين اللي موجودين على ساحه بطوله الامم الافريقيه، و اللجنة أو الشركة الألمانية المنوط بها مراجعة المنشآت هتبدأ تنزل حتى 9 يناير، وموعد إعلان جائزة أحسن لاعب في أفريقيا، وهيتم من خلال في نفس اليوم برضو إعلان عن الدولة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019. طيب احنا دلوقتي الخبر بيقول انه الكاف اعلن انحصار سباق تنظيم كأس الأمم 2019 ما بين مصر وجنوب أفريقيا. ده اخر تصريح واخر كلام، يعني هي بقى ما استوفتش شروطها، جنوب أفريقيا ما كملتش اوراقها. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعلن ان مصر وجنوب أفريقيا تقدمتا من اجل نيل شرف استضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، وتم استلام الطلبات رسميا من اتحادات مصر وجنوب أفريقيا لاستضافة أمم أفريقيا 2019، وهيتم طبعا مراجعة العروض المقدمة من الطرفين وإجراء الزيارات التفتيشية زي ما حضرتك قلت. إيه المتوقع بقى؟ المتوقع النهاردة إن إحنا هنبدأ نشتغل على جزئية إحنا داخلين بقصة إن إحنا بإعادة تأهيل الملاعب. إعادة تأهيل الملاعب، فدي جزئية برضو مهمة جدا، جزئية برضو مش سهلة. طبعا أنا بقول إيه مشاكلنا بقى البارزة في عناوين إيه مشاكلنا البارزة. إحنا أولا لازم غرف خلع الملابس. المراكز الإعلامية هي نقطة محورية في كل بطولاتنا، لازم حضرتك تلاقي مركز إعلامي محذوف. يعني إيه؟ رغم أنه هو الناقل الرسمي لنجاح البطولة أو فشلها. يعني انا يعني الحاجه للاسف الشديد جدا ان انا بعتمد على هذه الامور في امور برجع للوزاره، فالوزاره عندها شويه موظفين بالحاسب الالي، فهم بيجيبوا لي شويه اجهزه كمبيوتر وشويه وصلات انترنت وما الى ذلك، لكن هذا لا يكفي بطوله بحجم كاس الامم الافريقيه. لابد ان انا عشان النهارده ليه بقى؟ انا عندي مراسلين اجانب كتير، عندي وفود اجنبيه كتير، عندي وفود اوروبيه كتير، لانه ده يعتبر ماركت للاعب الافريقي. البطوله دي بتعتبر تسويق للاعيبه الافارقه بشكل كبير جدا. حضرتك كنت في اللجنه الاعلاميه في 2006؟ انا كنت وقتها مسؤول عن الاتحاد العربي للصحافه الرياضيه في البطوله، وكان عندك تحفظات وكنت مشارك يعني قاعد بس في كان عندك البطولة. تحفظات واضح من التجربه. طبعا لان يعني عندي كل يوم اكتر من وفد صديق ووفود غير صديقه بنتعرف على بعض بحكم ايه ان احنا طول اليوم مع بعض في البطوله. فامر طبيعي ان احنا شفنا سلبيات كتيره جدا فلازم نتلافاها. هل هنقدر النهارده ان احنا نلعب الامور بشكل اعمق وبشكل اكبر وبشكل افضل من التجربه الماضيه، خصوصا ان انا داخل في منافسه مع دوله نظمت كاس عالم؟ اذا بالنسبه لها موضوع المركز الاعلامي موضوع منتهي، بالنسبه لها موضوع الملاعب موضوع منتهي، بالنسبة لها موضوع اللجان موضوع منتهي، بالنسبة لها موضوع الطيران موضوع خلصان، مفيش فيه أزمة، الأوتيلات موجودة. يعني أصل طالما نظمت بطولة أعلى فبتيجي تنظم بطولة أقل خلاص مفيش مشكلة. مفيش مشكلة إلا لو كان في العكس، خدت الأصعب فأمر طبيعي إنها تبقى سهلة بالنسبة لك في تنظيم بطولة زي بطولة كأس الأمم. فإحنا محتاجين نقلة تانية، خصوصا طيب أنا النهاردة قدمت، طيب هل أنا أعلنت على اللجان
اللي هتبدا تشتغل. يعني انا لغايه دلوقتي ما حدش قال مين اللجنه الطبيه اللي موجوده، مين لجنه الامن، مين لجنه الملاعب. بس احنا بقى لازم نقول دلوقتي، لازم لان نقول. خلاص القرار اللي ظهر وخلاص بيتم تداوله انه رسميا الكاف بيعلن جنوب افريقيا ومصر وفي زيارات تفتيشيه. استاذ محمد، ايه التحديات اللي قدامنا؟ عندنا طبعا مجموعه من التحديات، اولها زي ما الاستاذ لطفي قال موضوع اللجان. يعني انا النهارده لازم، النهارده الدوله انا شايف في اراده حقيقيه من الدوله ان هي تنظم بطوله بحجم كاس الامم الافريقيه. انا لازم عندي النهارده يبقى عندي لجنه منظمه عليا فيها مسؤولين كبار في الدوله قادرين على اتخاذ قرار. انا عندي النهارده وزارات معنيه، عندي يعني ملف زي ملف كاس الامم دوت انا اعتقد ان بتشارك فيه اكتر من 6-7 وزارات. بنتكلم على وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره الرياضه. فالنهارده لازم يبقى عندي لجنه منظمه عليا قويه تقدر تدير، تقدر تاخد قرارات سريعه حاسمه في توقيت ما عشان البطوله تظهر بمستوى لائق. عندنا برضو مشكله في موضوع الملاعب. يعني الملعب النهارده كبنيه تحتيه عندنا ملاعب كتيره، بس النهارده عندنا ازمه في دخول الجمهور للملاعب. يعني احنا بنشوف النهارده لحد وقتنا هذا احنا مش عارفين ندخل يا جماعه الجماهير من ساعه 2011، من ساعه الثوره عندنا مشاكل في دخول الجماهير. عندنا برضو مشكلة البوابات. عندنا النهاردة ما ينفعش ان انا بنظم بطولة بحجم كاس الامم الافريقية. احنا كان لينا تجربة مأساوية شوية، يعني بعتذر ان انا بالزبط بقلب المواجع. بالظبط، عندنا احداث بورسعيد وعندنا احداث معهد الدفاع الجوي بعد الثورة. 2010 المنافسة مع جنوب افريقيا اه بالظبط على كاس العالم، على كاس العالم المونديال كان 2004 بالظبط، كان 2004 2004 البطوله كانت 2010 بالظبط. البطوله 2010 يعني هي مقدمه لتنظيم كاس العالم 2010 هو دايما في البطولات الكبيره زي كده لازم يعني بدايه التنظيم بتبقى قبلها بفتره. يعني ما ينفعش النهارده دوله هتنظم كاس عالم انا بختارها قبلها بسنه او بختارها قبلها بسنه، بتبقى طبعا قبلها باربع خمس سنين على الاقل عشان تقدر تعمل بنيه تحتيه تبدا تجهز نفسها للبطوله. انا شايف النهارده ما ينفعش ان انا يبقى عندي 24 دوله او 24 منتخب واجي النهارده مثلا مش عارفين ندخل الجمهور الملعب، او النهارده الناس يبقى في صعوبه ان انا طبعا يعني بتشوف في ملاعب اوروبا الدخول المشجع دي اهم مشكله يا فندم، لا يستغرق الخمس دقائق. يعني حضرتك من اول ما توصلي عند الجيت بتاعه الاستاد لحد ما تخشي تقعدي على المقعد المخصص ليكي ما بتكمليش خمس دقائق. هنا في مصر احنا ممكن نقعد ساعة طوابير بالظبط، وممكن حضرتك ومشاكل بقى في الطوابير وخناقات بالظبط، وتلاقي البوابات مقفولة يقول لك لف البوابة التانية طبعا صح ولا لا؟ هتبقى مشكلة كبيرة هنعاني منها كتير. هو احنا كنا بنحل المشاكل ازاي في 2006؟ والله 2006 كانت بطولة استثنائية لان هي المشاكل موجودة، لا طبعا كانت موضوع الطابور والخناقة جوه الطابور ومش عايزين بالظبط يدخلونا. بس كانت بطولة استثنائية شوية، كان يعني انا كنت ساعتها لسه براهن على المواطن المصري. النهارده احنا المشكله عندنا برضو حصل انفلات اللي حصل الصوره اللي معانا دي يا كابتن 2006 الملعب على اخره طبعا كان طبعا كانت اجواء رائعه طبعا. ويعني شفنا الاسر المصريه لاول مره كنا بنشوف اسر كامله مصريه موجوده في المدرجات. شكل الاستاد الكل رائع كان بالظبط الكل كان على قلب رجل واحد، لكن طبعا الوضع اكيد اختلف شويه ونامل باستضافتنا البطولة إن شاء الله تبقى دي بداية لعودة الجماهير تاني ونشوف المشهد طبعا الحضاري اللي شفناه في 2006. هنقدر نحل مشكلة الجماهير ده يا فندم؟ هي لازم تتحل، لازم يوم ما هو ما ينفعش البطولة من غير جماهير يعني نطفق كده يعني مفيش حاجه اسمها داخل البطوله وما يعيش يعني هو الدوري من غير جمهور مش محسين بيه، يعني احنا مش حاسين بيه فامر طبيعي ان حدث زي ده يعني لازم في جمهور. كمان اضف الى كلام الاستاذ محمد نقطة ان ما كانش في وقتها التراس. كانش كائنات الالتراس لم تكن تبقى الورط حتى هذه اللحظة. فلكن النهارده بقى عندي التراس، طب انا هتعامل ازاي؟ هتعامل ازاي مع الشماريخ؟ وهتعامل ازاي مع يعني الجو ده برضه؟ وهو محتاج ثقافة. طب هل انا هبدا اجيب شركة امن متخصصة بالملاعب؟ هل انا هبدا ااهل الناس اللي عندي اللي هيبقوا مراقبين للموضوع انهم يقدروا يتعاملوا مع المواقف ويبقى فيه بعد نفسي مهم جدا في التعامل بيني وبين الجمهور بشكل كبير جدا. هو احنا نقدر نقول للاتحاد الافريقي انه احنا هندخل 10,000 وان عندنا مشكله ده مش موجود، ده مش موجود ده شيء صعب يتقال له طبعا، ده مش موجود اصلا، ده مش مطروح. اللي يجي هو اللي يحضر المباراه. لا في 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 يعني مثلا ايه هقول الاستادات محدده الساعه. انا مثلا عندي استاد فيه 75,000 مقعد. طيب هم ال 75,000 مقعد هم اللي ايه اللي بيطرح تذاكرهم. ايوه هبدا اتكلم في نقطه، هل هننزل لموضوع التذاكر التوزيع اليدوي
ويبقى في سوق سودا زي ما حصل في 2006، ولا هيبقى كله اونلاين؟ الدنيا اختلفت، الجمهور اللي جاي من بره ده هيحجز اونلاين. طيب احنا عندنا ما حدش بيحجز اونلاين. لا هقول، واحنا قدامنا وقت قد ايه؟ احنا قدامنا، احنا في شهر 6، احنا البطوله 15/6 اللي 13/7، والاعلان عن الدوله هيبقى في يناير، في 9 يناير اللي هتستضيف، 9 يناير 9 يناير السنغال هتستضيف يوم حفل البطوله، حفل احسن لاعب في افريقيا. يعني احنا ما فيش قدامنا وقت. لا يعني الوقت مش كبير. انا شايف لازم نسرع يعني. طبعا طبعا هو لازم تاخدي خطوات كبيره جدا. ان انا يعني من ساعه ما قدمت الملف امبارح ان انا اكون اشتغلت. اساسا ما ينفعش اقدم الملف واستنى النتيجه، هو انا اللي هفوز باستضافه البطوله ولا لا؟ لان انا اللجنه الشركه الالمانيه اللي جايه تقيم المنشات دي كلها، مش يعني مش هنعزمها على عشاء، ومش هنغديها، ومش هنفسحها في الهرم، ومش هنجيب لها هدايا، فتوافق لنا الكلام ده مش موجود، يعني مش موجود. هم هيشوفوا طبعا الملاعب والمنشآت الكرويه. الملاعب اللي حضرتك هترشحيها هتبقى موجوده فيه. هي جاهزه بقى المنشآت الكرويه دي؟ ما هو احنا حددنا المنشآت بتاعتنا جاهزه يا فندم. جاهزه، بس محتاجه تاهيل. طيب لا يعني لسه. لان في تصريح النهارده قال يا جماعه احنا هنستلم الملاعب من 3 مارس ل 3/6، 3 شهور 90 يوم بالظبط اعاده تاهيل للملاعب. يعني احنا هنشتغل من 3 مارس ل 3/6 ان احنا بنعمل اعاده تاهيل للملاعب اللي موجوده. ده شغل يا استاذ محمد زي ما بنقول كده على قدم وساق. بالظبط. الوقت ده كافي؟ محتاجين. احنا دلوقتي انا اعتقد ان احنا في صراع مع الزمن. سباق يعني، خلاص بقى نكون او لا نكون، خلاص ادام احنا قدمنا بطلب استضافه، واحنا المفروض يعني لينا باع برضو طويل في تنظيم بطولات قاريه قبل كده، فلا لازم نبقى قد الحدث بقى. يعني خلاص ادام احنا ارتضينا ان احنا هنتقدم واحنا دوله كبيره، يبقى لازم نبقى قد الحدث. انا شايف ان طبعا مش عيب ان احنا نبدا نستعين ممكن يعني نستعين بشركات اجنبيه في الفتره اللي جايه ترفع لنا يعني البنيه التحتيه اللي السادات محتاجه شغل كتير. ايه المشكله ان احنا نستعين بشركات اجنبيه الفتره اللي جايه عندها عامل الوقت عندها؟ هو فعلا ايه المشكله ان احنا نستفيد من اللي عندهم خبره؟ ما فيش مشكله. هو احنا هنستفيد باللي هو كامل وزيري من الاخر، يعني عشان واضحين علشان ننهي بقى كل عشان ننهي الامور دي كلها، لان برضه نرجع في حته ان معظم الانشاءات تمت من خلالهم، فهم يبقوا اللي قادرين استكمالها، يعملوا اعاده تاهيلها. بالظبط. احنا عندنا بنتكلم عن 4 استادات من الثمانيه اللي احنا مقدمينهم استادات عسكريه، بنتكلم على برج العرب في اسكندريه، بنتكلم عن استاد السويس، كمان استاد الجيش بالسويس، وبنتكلم على استاد السلام واستاد الكليه الحربيه. عندنا 4 منشات من الثمانيه هم استادات عسكريه. فده طبعا انا اعتقد برضو ان الملف ده هيتم اسناده للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، هي الاجهز دلوقتي والقادره على انجاز العمل في الفتره القصيره دي. بس هنا بيبقى في خلاف دايما ما بين الاجنبي وما بين المصري، لان الاجنبي بيبقى جاي عايز يبدا من نقطه اللي هو شايف انها هي ايه، نقطه محوريه. انا ببقى عايز اشتغل من على النقطه الاهتماميه، ببقى عايز ايه، عارف ايه، ايوه الملعب، وعايز اخلصها. عايز اخلص دي واخلص، وبعدين بعد كده نتكلم في موضوع تاني. انما الاجنبي مش هيجي يتكلم في جزئيه ان لا دي غلط فممكن تيجي كده عشان تبقى صح، لا ده انا ممكن اهد واعمل من جديد، فيعني ايه هتاخد وقت كبير. فلكن هم اهل الدار زي ما بيقولوا، هم اضرب ال طب عايز اعرف وجهة نظر حضراتكم في التذاكر. هبدا مع حضرتك. انا بصراحه بقى التذاكر، مع موضوع التذاكر، التذاكر في 2006 كان في ازمه شهيره طبعا، وبعد البطوله ما خلصت ونجحت كان فيها تحقيقات الى حد ما، وبرده ما حدش وصل فيها لحاجه. موضوع التذاكر ما ينفعش ان انا النهارده عندي 24 دوله واحنا في 2018 ونبدا نبيع التذاكر منفذ بيع عند نادي او عند استاد والناس تقف طابور تشتري تذاكر، ده كلام غير مقبول. النهارده وفود الدول اللي جايه هو عايز قبل ما يتحرك يجي مصر عارف ان مثلا منتخب بلاده عنده 3 ماتشات مثلا في الدور الاول للبطوله، هيبقى حاجز اونلاين الثلاث ماتشات. ما النهارده انا مسافر رايح بآذر منتخب بلادي بروح دوله تانية، لازم قبل ما اتحرك من البلد عندي ببقى حاجز الفندق اللي انا هقعد فيه، ابقى حاجز الماتشات بتاعت البلد يعني منتخبي اللي انا اللي هشجعه، المفروض ابقى انا حاضر الثلاث ماتشات بتوع الاولانيين، فابقى انا مجهز تذاكر موجوده معايا، ما اجيش لسه مصر ادور على تذاكر. يعني ماذا لو احنا بيبقى عندنا حضور من جماهير المنتخبات المشاركه باعداد يعني متوقعه كبيره؟ طبعا عندنا مثلا يعني في منتخبات زي تونس
ايوه منتخبات شقيقه لا هتلاقي طبعا ليها اعداد غفيره. ممكن في بعض المنتخبات الافريقيه بيبقى طبعا عندها صعوبه شويه لبعد المسافه، لبرده مستوى دخل الفرد هناك بيبقى برده مش عالي، او ما يقدرش ياهله ان هو يسافر في رحله زي ان هو يجي مصر يصرف اقامه وانتقالات والى ذلك الى خلافه يعني. فما ينفعش ان انا النهارده اجيب الضيوف ونقف طابور نستنى تذكره بقى ويا نلاقي يا ما نلاقيش، ان بتظهر ساعتها ظاهره السوق السوداء. صورتنا برضو طبعا دي مهمه جدا، فانا ودي لازم نستعين فيها برضو بشركات اجنبيه يا جماعه، ده برضو موضوع مهم جدا. انا النهارده ما ينفعش استعين بشركه ما عندهاش خبره في موضوع السيستم ويجي النهارده عشان احجز اونلاين الاقي السيستم واقع، ودي حصلت قبل كده في مواقف كتيره يعني. فدي هتبقى برضو مشكله كبيره، لازم نستعين بشركات ليها باع طويل في المجال دوت، عشان ده موضوع فعلا هو مهم. ايه البديل؟ هو احنا لو ما استعناش بالشركات دي ايه اللي هنعمله؟ البديل بقى ان احنا زي ما قلت حركه نظام المانيوال بقى، ان احنا هنروح نشتري تذكره ونوقف سكيورتي على الباب يبص على التذاكر الناس وهي داخله، ودي مشكله كبيره طبعا. طيب مشكله التذاكر اسمع راي حضرتك. هو نفس اللي قاله صديقي العزيز، لكن انا عندي مشكله ثانيه اللي هي في التناول البطوله. طب البطوله هل هتبقى مسؤوله من اتحاد الكوره فقط ولا من الوزاره؟ طيب الوزاره هتبقى هي اللجنه العليا المشرفه على البطوله بحكم المصري. هو القانون بيقول ايه؟ ما هي اللجنه، الوزير المختص هو يرأس اللجنه المنظمه العليا للبطوله. يبقى مفيش مشكله؟ يعني القانون فيصل نهائي. وبيبقى معاه ثلاثه من اللجنه الاولمبيه ورئيس اتحاد الكوره، ثم بيعين مدير للبطوله. احنا لغايه النهارده برضو ما حددناش مين هيبقى مدير البطوله زيها زي اللجان. كمان لجنه التذاكر مين هي؟ يعني حتى برضو دي 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 دي, دي مهمه جدا. هنبقى محتاجين حتى حد متخصص في الاي تي موجود بشكل اساسي في البطوله، ان هو يعمل لنا يوفر لنا كل المتاح اونلاين ان احنا نقدر نتعامل بيه. النهارده عشان انا بيجي خلي بال حضرتك الدول المغرب العربي كلها هتبقى موجوده، يعني ايه لانها قريبه من مصر فامر طبيعي. هيجي معاهم وسائل اعلام كتيره، طبعا وسائل الاعلام بتيجي بيدخلوا بايديهات. طيب الجمهور اللي بيجي عشان طيب في ناس بتاخد تاشيره من غير تذكره وبيعتمد ان هو بيجيب التذاكر هنا، او بيعتمد ان السفاره بتشتري تذاكر، يعني ده المتداول هنا. يعني مش زي كاس العالم ان انت حضرتك بموجب التذكره بتاخدي التاشيره. ايوه مفيش تذكره مفيش تاشيره. ده المتعامل متعارف عليه في كاس العالم. في بطولات كاس الامم بتختلف الموضوع شويه، بناخدها شويه على دراعنا، اللي هو ايه السفير يلم لنا مثلا ايه 2000 تذكره فبيخلوهم عنده لغايه دول الجمهور بيجي، فالجمهور بيوصل المطار فبيبدا ياخد تذكرته فبيروح الماتش ويخرج على فندق الاقامه. بناخد الامور بشكل يدوي بشكل لكن ده مش هينفع. احنا النهارده يعني الرئيس قال احنا عايزين نتحول للمجتمع الرقمي، فالمجتمع الرقمي ده النهارده بقى متاح من خلال الموبايل، ان طبعا كل حاجه بقت ابلكيشن ان انا بعرف اتعامل بيها. لكن عشان اتعامل يدوي في هذا هقول احنا مش قادرين، لا بس هقدر. هتقدر خلال الست شهور انك تنجز ده او تقدر تعمل ده، خصوصا ان الموضوع مش صعب، ان خلاص ان التطور التكنولوجي بقى اعلى وبقى متاح للجميع. فمهم جدا ان انا ابدا اقول سين هو مسؤول لجنه التذاكر وعليه من الان اعداد ملفه عن التذاكر هيبقى شكلها ازاي وتتعامل ازاي. هل انا محدد قيمه التذكره شكلها ايه؟ هل انا شايف النهارده رؤيتي ايه للتذاكر مثلا اقدر اطرحها؟ طب هعمل تذاكر مثلا للاجانب والمصري حاجه ثانيه، المواطن هيبقى له قيمه ثانيه. يعني هبقى يعني ما هو برضه في مناقشات كتيره. لكن انتوا طرحتوا اسئله كتير قوي يا فندم. يعني البركه في حضرتك. يعني الاسئله دي احنا عايزين اجابه عليها خلال الست شهور المتبقيه لتنظيم كاس الامم. انا عايز اقول لحضرتك برضه على حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي برضه دي المشاكل اللي احنا بنقع فيها دايما، موضوع الدعوات. بنفوجئ في الماتشات ان اتحاد الكوره بيطبع كميه دعوات كبيره طبعا للمحاسيب وللقرايب، دي بتبقى مشكله كبيره. النهارده انا داخل بتذكره كبيره يعني قيمتها قد ايه تقديريا؟ لا طبعا عشرات مئات تخوف لا رقم الاف لو قلناها هنخض الساده المشاهدين بجد قد ايه؟ طيب لا كتير زي ما الاستاذ قال قد ايه؟ 15,000 تذكره بالظبط. 10,000 دعوه حضرتك هقول لحضرتك ليه؟ ايوه يا فندم.
على الاقل يا فندم، مش البطوله كلها، على الاقل مباراه مصر ده على حسابنا احنا يعني. اقول لحضرتك ليه النهارده؟ عشان برضو ايه، نوضح الصوره قدام الناس. النهارده عندك حضرتك كام عضو مجلس الشعب؟ كل اعضاء مجلس الشعب كل واحد عايز له كام دعوه عشان البلد. ما هي احنا برضو لينا نظام غريب برضو يعني، ايه ما بنعرفش نشتغل شغلانه كما ينبغي ان تكون. طيب هدخل على اعضاء مجلس الشعب. اعضاء مجلس الشعب او مجلس النواب يعني عشان نكون دقيقين، هو الجهه الرقابيه في الدوله يعني، امر طبيعي. هبدا اتكلم في حاجه تانية، هقول بلاش ده، امر طبيعي انهم يطلبوا التذاكر. طبعا جهه بيوصل لها تذاكر، بيوصلها دعوات. بيوصلها دعوات. هبدا اقول الجهات المعاونه لها دعوات، كل ما مسماها بقى يعني عشان ايه. لا الى جانب كمان كل دي بتبقى دعوات في لا هو في اماكن دلوقتي مميزه. اولا اول سؤال يعني، الدعوات دي اللي بتروح لشخصيات في المجتمع زي ما حضرتك ضربت مثال مجلس النواب، اولا اتحاد الكره بيدفع ثمنها؟ لا ما بيدفعش ثمنها. هل هي محدده يعني قانونا مسموح بيها؟ مش ممسوكه. لا مش ممسوكه. اثبت حضرتك ان هو دخل بدعوه، بص ما فيش آلية ضبطية تقول ان ده دخل بدعوة ده دخل بتذكرة. بس هو انا حضرتك وانا داخل بديلهم الدعوة بتاعتي، خلاص خد الدعوة رماها قطعها، اثبتي بقى ان كان في دعوات مش انا اللي طبعها. المشكلة مش في كده، المشكلة ان حضرتك تبقي قاطعة تيكت وداخلة في المكان وتلاقي حد قاعد على المقعد بتاعك. اه طبعا خلاص بقى بيبقى الاستاد بقى. الى جانب كمان الدعوات دي بتبقى في اماكن مميزة في الاستاد يعني، فوق ان المقصورة الرئيسية المفروض التذكرة فيها طبعا لو تم طرحها للبيع هتبقى بسعر عالي، بنفوجئ ان هي كلها محجوزه للدعوات زي ما قلنا، للاقارب وللمحاسيب، ومشكله كبيره طبعا. طيب معانا على التليفون للمشاركه في الحوار استاذ احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا فندم. اهلا بيك. فرص مصر قد ايه يا فندم في الفوز امام جنوب افريقيا بما ان الكاف اعلن خلاص انه مصر بتنافس جنوب افريقيا؟ لا هو طبعا القرار للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، القرار ان شاء الله باذن الله هيكون في 9 يناير ان شاء الله باذن الله. طبعا من حق الاتحاد الافريقي ان هو مكتب التنفيذي ان هو لو راى ان في إطالة للمسألة ما ده من حقه، لكن هو القرار المبدئي هو يكون إن شاء الله في 9 يناير. في طبعا بعض اللجان بتيجي بتفتش في تبقى في شركة محايدة بتشتغل على كل ما يخص التنظيم سواء في مصر أو في جنوب أفريقيا، وإن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق من نصيب الملف المصري بإذن الله. احنا الأول جاهزين يا فندم. الأول بس طبعا خدتين على طول، فانا بمشي على صديقي العزيز واخويا العزيز الاستاذ سبحان. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بك ربنا يخليك، وحشنا جدا. ومعانا كمان الاستاذ محمد حسام النقد الرياضي. والاستاذ محمد اهلا وسهلا. احنا جاهزين يا كابتن، احنا يعني تمام مستعدين. لا هو احنا هي المساله فيها كريتيريا او معايير محدده من الاتحاد الافريقي. كل اولا البطوله من 24 فريق، 24 فريق ده يعني 6 اماكن او 6 فينيوز. المكان ده معناه ان استاد ملاعب تدريب ملحقه. أيوه. بفنادق لاقامه الاربع فرق بالاضافه للحكام واللجنه المنظمه، ده في كل مكان من الاماكن اللي هيقام فيها المباريات. طبعا بعض الطرق والمطارات وكل ده اظن ان شاء الله باذن الله ما عندناش مشكلة ولا أزمة. كنا بنتكلم في التذاكر والجماهير ودخولها للملاعب. دي أولا البطولات الدولية بتبقى المسألة مرتبطة بحقوق محددة في اللائحة المنظمة للبطولة. بتخص الاتحاد الإفريقي، للبلد المنظم بيبقى له نسبة والاتحاد الإفريقي له نسبة، لكن هي المسألة مسألة دخول الجماهير وخلافه. طالما اصبح عندنا تعاقد حكومي موقع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي تنسيق كامل بين الاتحاد وبين وزاره الشباب والرياضه وبين مهندسين بريده الاتحاد والزملاء اعضاء مجلس الاتحاد والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، فما يعني خلاص انت معنى ان في تعاقد حكومي ان هو ان احنا ملتزمين بكل الاشتراطات. طيب والقواعد من ضمن الاشتراطات ان الملاعب بتبقى موجوده بفول كاباسيتي
هذا كلامي. طريقة حجز التذاكر لأن كنا بنتكلم فيها قبل ما حضرتك تشاركنا في الحوار. لا حضرتك دي مسألة بيحددها الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي. طبعا طبعا. القواعد قواعد منظمة، كل البطولات الدولية لها قواعد محددة. الكتروني مثلا يعني او في شركه مسؤوله عن ده؟ في قواعد. اولا ما فيش حاجه اسمها كل التذاكر، طالما في بطوله لازم تذاكر تكون بتتقرا بريدر، مش مجرد بقى التذكره اللي مختومه بختم الشعار بتاعتنا بتاعت مصر ولا الكلام ده، لا بيبقى لها قواعد مرقمه، توزيعها، نسب توزيعها، تسويق الرعاه لهم قد ايه نسبه، الاتحاد الافريقي لهم نسبه قد ايه، الفرق المشاركه كل فريق له نسبه قد ايه، دي مسائل لها لائحه محدده. في كل القواعد دي في طريقه حجز للتذاكر؟ طبعا في طريقه حجز للتذاكر لما ينتهي المساله الاول. احنا مش عايزين نسبق الخطوات، احنا عندنا 9 يناير ان شاء الله القرار بتاع. هو مش سابق خطوات يعني، بس من سينظم البطوله هستاذنك يعني، هو زي ما كنت دلوقتي بنقول في الحوار من اول ما قدمنا الملف يبقى احنا جاهزين. لا حضرتك بس لازم مش كده جاهزين، هو الموضوع في معايير، المعايير دي احنا خلاص موفينها. لما يتخذ القرار يوم 9 يناير ان شاء الله باذن الله نبدا بقى الخطوات اللي بعدها اللي هو الاعلان عن خلاص الملاعب اللي هتبقى فيها البطوله، المباريات، ملاعب التدريب، مظبوط، الفنادق اللي بيتم معاها الاتفاق، المطار اللي هيبقى فيه، طريقه حجز التذاكر. عشان حضرتك يا فندم ما ردتش عليا برضو، دي هيتم اعلانها بعد 9 يناير، ما اقدرش اخد عنها اي. وانا هعلن ان انا وانا حضرتك هشوف مين هيركب قدام في العربيه قبل ما نشتري العربيه. هيك طريقه حجز التذاكر للبطولات القاريه بتبقى في مناسب. لا احنا علشان ده كان يعني تسمعيني، طب ممكن تسمعيني اتفضل. ده كان بقى يعني واحده من النقط اللي بنتكلم فيها كتحدي، فعلشان كده متاكد من حضرتك. ده مش تحدي، ده موضوع تافه جدا وبسيط جدا ومفيهوش اي ازمه. موضوع حجز التذاكر موضوع بسيط طبعا، موضوع ابسط مما حضرتك تتخيلي. هي المشكله كلها دايما بتبقى في مباريات البلد المنظم، في ترتيبه، في نسبه للاتحاد الافريقي سواء للتسويق او الرعاه، في نسب للفريق الثاني، ثم بعد كده في منافس بتبقى محدده حسب الملعب او البلد او المكان اللي هيبقى فيه مباراه المنتخب الوطني، في تذاكر على النت طبعا، في تذاكر في البريد، وده من 2006 حصلت نت عن طريق البريد تذاكر. قصه البطولات محدده وسهله ما فيهاش مشكله يعني. سيبك بقى من اللغط والبتاع، واي حد يطلع بعد كده لازم يطلع شويتين دول في كل بطوله والناس تطلع تتكلم. طيب. وما لقيناش تذاكر ولقينا تذاكر، ده قصص معتاده يعني. الدعوات يا فندم كنقطه ايضا اثرناها في هذا الحوار. الدعوات نسبها محدده، الكومبلمنتري تيكت محدده في قواعد البطوله وفي قواعد كل بطوله، وحتى في القانون المصري هي محدده بنسبه 5% من جوه الدعوات دي، نسبه الراعي المحلي قد ايه، نسبه الراعي الاتحاد الافريقي قد ايه، نسبه المنتخبات المشاركه، نسبه اللجنه المنظمه للاتحاد الافريقي، دي برضه محدده. خلاص هو كده اتحاد الكوره واضح ان هو مالي ايده من كل حاجه. تمام. بشكرك كابتن احمد مجاهد. كابتن احمد مجاهد شايف حجز التذاكر دي نقطه تافهه جدا وخلاص يعني حلها مضمون وموجود، والدعوات محدده ومقننه. احنا ما عندناش مشكله خالص، بالعكس نتمنى ان يبقى الاتحاد الكوره عندنا اجهز واحد للحجز. بالظبط، احنا كل احنا بنقول احنا بندق نفوس خطر، بس بنقول يا جماعه والله احنا شايفين ان المشاكل اللي ممكن تواجهنا في البطوله 1 2 3، فطبعا لو اتحاد الكوره عنده اليات لحل مثل هذه الازمات فطبعا ده هيبقى شيء رائع جدا، ونتمنى لهم التوفيق طبعا. يا رب طبعا، لانه اسم مصر اولا واخيرا. قبل ما نختم الحوار بدانا بمحمد صلاح وهنختتم بمحمد صلاح، فرص الفوز، اهم المنافسين لمحمد صلاح بعد الفوز في استفتاء بي بي سي. هي الجائزه عن احسن لاعب محترف. أيوة. افريقي يعني ما فيش لاعب محلي بياخدها، انا كده نخرج المحليين بره. تمام. عشان ايه الامور واضحه. هنرجع نشوف مين المنافسين الحقيقيين. حضرتك تقصد وليد سليمان؟ هو كذا اكتر من لاعب تاني، في لاعيبه توانسه موجودين برضو وبر يعني مش وليد بس يعني، لكن هي الجائزه مخصصه لافضل لاعب. يهمنا وليد سليمان يعني عشان كده احنا عندنا 2 اهوت يعني اي حد فيهم يعني بس لكن هي في النهايه القواعد بتقول انها لافضل لاعب افريقي محترف في اوروبا. تمام فامر طبيعي ان المنافسه هتبقى بين صلاح، ساديو ماني، اوميانج، في كمان رياض محرز، في مهدي بن عطيه،
هو تقريبا مش هتطلع بره مش هتطلع بره دول بالظبط، هي منحصره بين الاربع وخمس اسماء دول، مش هتخرج براهم خالص يعني. فامر طبيعي ان المنافسه الحقيقيه بين دول غير كده مفيش. بتخضع بقى ايه لارقام وبتاع. هي عشان الجائزه اعلانها في العاصمه السنغاليه فالناس ربطت ان ايه ساديو ماني يبقى ايه هنجامل السنغال وهو اللي يكسب والكلام ده. الموضوع ما بقاش فيه برضو الامور بهذا الشكل، لكن الموضوع محمد صلاح هياخد الجائزه؟ والله يعني حتى هذه اللحظه ما زال محمد صلاح محافظ على كل المؤشرات اللي تقول ان هو يتصدر الجائزه. محمد صلاح هياخد الجائزه؟ حظوظه طبعا كبيره جدا في الفوز بالجائزه. صلاح انا شايفه بصراحه بقى حاله مصريه فريده يعني. يعني ربنا طبعا يحميه ويكمل يا رب على نفس المسيره بجد. النهارده محمد صلاح بقى يعني رمز لجيل كامل من الشباب، ونتمنى نشوف محمد صلاح في مجالات تانية بالظبط، علم، بحث، يعني في كل المجالات. الفنون، نتمنى في نشوف في الابحاث في كل المجالات بالظبط، تنتقل من المحليه الى العالميه زي محمد صلاح. هياخد الجائزه؟ انا شايف انه بنسبه كبيره لو استمر طبعا بنفس المستوى. هو عندهم طبعا ماتش بكره مع مانشستر يونايتد، ده هيبقى ماتش قوي جدا. هو ده هيفرق مثلا؟ لا طبعا ظهوره يعني محمد صلاح ما بيحقق ارقامه بيجيب اهداف طبعا. يعني شفناه في ماتش اللي فات ساعد فريقه في الصعود لدور ال 16 في دوري الابطال. استفتاء البي بي سي اللي اخده للمره الثانيه على التوالي قال انه 2019 لسه فيها انجازات بالظبط. ده هو كمان النهارده صلاح بيتمنى ان هو يحصد جائزه البي بي سي للمره الثالثه على التوالي، ودي هتبقى هيبقى انجاز جديد ما حدش حققه قبل كده لمحمد صلاح والمصري. محمد صلاح كمان وصلنا للمرحله دلوقتي انه بيحقق انجازات للفرق وللمنتخبات. يعني هو النهارده حقق لليفربول، النهارده ليفربول هو الفريق الوحيد اللي عنده ثلاث لعيبه لعبوا في صفوفه خدوا الجائزه ثلاث مرات. محمد صلاح خدها مرتين، والحاج ديوف خدها في 2002 مره. النهارده المنتخب المصري برضه فاضل له، يعني محمد صلاح لو خد الجائزه السنه اللي جايه هيبقى عادل رقم نيجيريا والسنغال. عندهم خمس لعيبه حصلوا على كاس جائزه البي بي سي خمس مرات قبل كده. فالنهارده صلاح مش بيحقق ارقام لنفسه بس، لا ده بيحقق ارقام للفريق اللي بيلعب له الى جانب منتخب بلده. كل التوفيق لمحمد صلاح. وانا بشكر حضراتكم على التوضيح الكبير بشان بطوله كاس الامم الافريقيه والمنافسه ما بين مصر وما بين جنوب افريقيا في 2019. شكرا النقد الرياضي الاستاذ لطفي السقعين، شكرا جزيلا. والنقد الرياضي الاستاذ محمد حسين، شكرا جزيلا. بعد فاصل قصير الاستثمار في الصعيد ووسط سيناء، خليكم معنا.